بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا بنبدأ عشان نعمل كتابة خط على الحائط. جايبين الجهاز الكمبيوتر عليه الفوتوشوب عشان نقدر نحركها يمين وشمال وفوق وتحت ونظبطها على الحيطة بالمقاسات. وعندنا البروجيكتور، طبعا في طريقة تانية للبروجيكتور اسهل من كده بكتير، بس ده اللي هو معانا دلوقتي، ان انت ممكن تجيب لمبة ونعملها ان شاء الله، نعمل لها فيديو في مرة تانية. وهنا عملنا الكتابة بالرصاص على الحائط، وبعدين هنحط الألوان بعد كده. طبعا هنا عشان بس هي واضحة، هنا الرصاص اهو، لما نحط ايدينا كده نعرف الحاجات اللي احنا ناسينها والحاجات اللي احنا كتبناها. هنا في مثلا كاملة مفيهاش حاجة ناقصة، هنا الانجليزي لسه ما تعملش، بتحط ايدك عشان تعرف. منتهى البساطة عملت ايه؟ منتهى البساطة انت حددت الخطوط على الحيطة. يعني كتبت خط نسخ سهولة جدا كمبيوتر، او لو هتكتب خطوط زي مثلا الحداد والخطاطين المشهورين تاخد ليهم خط يكون جاهز من على الانترنت وتحطها على الكمبيوتر وتطبعها بسهولة جدا. نكمل شف ونرجع لكم ان شاء الله في الجزء الثاني. طبعا رجعنا بعد الشف، عملنا هنا اللزق ده عشان قادر يحدد معانا خط واحد تمام. وهنا بالفرشاة اللي هي فرشة الخط، وبنكمل بس اللي موجود. طبعا بسهولة جدا واحد خطاط زي حالاتي، هي طبعا مش خطاط ولا اعرف عن الخط حاجة ولا عمري درست خط، ان الموضوع يكون سهل بالنسبة لي اكتب خط وانا لا افقه في الخط سوى انواعه. خط رقعة، خط النسخ، خط بطيخ، ايا كان نوع الخط، المهم انا بكتب خط صراحة. نرجع لكم بعد الفاصل. مرحلة مبدئية كده المالو، طبعا زي ما قلنا الشرط اللازم بس لتحديد السمك والخط. هنا رجعنا بعد ما شلنا اللزق، طبعا الانجليش اللي كاتبه واحد يعني على قده في الخط اللي هو انا، وهنا العربي للفنان الكبير المحترف المتمكن المتميز اللي بيعمل كل حاجه، اللي بيمشي على الاصعب، اللي بيمشي على الحيط، الفنان محمود سامي. ونسأل الله التوفيق. نلتقي بعد الفاصل. شايفين بقى الشكل في النهاية، كتابة كمبيوتر، حس ان هو استيكر فعلا من ذوق. وزي ما شفنا الطريقة مع بعض بمنتهى البساطة. ده كان درس النهارده اللي اتمنى اكون قدرت من خلاله اوصل معلومه بسيطه. استنوا درس جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.